ايه يا عمر ده؟ انا سامع صوت غريب قوي بره، وفي حاجه بتحصل في الكومباوند ولا ايه؟ واحنا ما عندناش علم. والله ما انا عارف يا منى، بصراحه الصوت ده غريب جدا، انا اول مره اسمع صوت في الكومباوند هنا بالشكل ده. يا خبر ابيض، ده كل مادة عمال يزيد يا عمر ويقرب يقرب مننا. يا خبر ابيض، الحق يا عمر، دي حاجه غريبه بتخبط على الباب، في خبط جامد عندنا. الله، ايه ده ايه ده؟ لا انا بتهيالي ما نفتحش الباب يا منى. يا نهار ابيض، لا انا خايفه بجد، انا خايفه بجد يا عمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ الصوت بيزيد، ده بيقرب بيقرب، داخل علينا داخل علينا. يا خبر، الحق يا عمر الحق، ده ايه ده؟ مين دول؟ دول اتنين، دول اتنين يا عمر. عرفت تخش يا اختي؟ لسه يا حبيبتي، اصبري لما نفتح الباب ده، الباب مسكر جامد. زق زق معايا. حاضر، امال ايه؟ الحق الحق يا عمر. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مين دول؟ مين دول؟ انتوا مين؟ انتوا اللي دخلكم عندنا هنا؟ انت اول مرة تشوفي حد براسين ولا ايه؟ تعالى يا حلو انت يا مسبسب يا ابو شعري الجميل، ده انا هموت من الجوع. ابعد عني يا ست انت، ابعد عني، انتوا عايزين مننا ايه؟ تعالى بس عني. انا عايز ادراعك الحلو. وانتي يا حلوة، تعالي يا حبيبتي، انتي من نصيبي انا، تعالي تعالي، ابعدي عني ارجوكي ارجوكي. لا ما تطلعيش صوتي يا طماطم، انتي من نصيبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلكلوا بابا وماما. مش عارفة مش عارفة هنعمل ايه، بس احنا لازم نستخبى لحد ما العفاريت دول يمشوا، دي شكلهم مرعب قوي يا طماطم. احنا لو استنيناهم لما يمشوا هيقوموا جعانين. اجري بسرعة معايا نروح نجيب الشبكة ونصطادهم بسرعة ونبلغ الشرطة. طب وانت تفتكري هنقدر نصطادهم بالشبكة لوحدنا يا طماطم؟ والله ما قد نقدر عليه، نخليهم يتلبخوا في الشبكة ونطلع نجري. بسرعة يا طماطم بسرعة، هاتي الشبكة وحصليني. الظاهر البيت ده كده ما عادش في حد ولا ايه يا اختي؟ ازاي الكلام ده يا حبيبتي؟ ده اكيد عندهم عيال. اه يا بطني، سمع بطني بتعمل ازاي؟ انا عايزة عيالة كلها وارمشها. والله عندك حق، انا لسه جعانة انا كمان يا حبيبتي. يلا يلا ندور عليهم. انتي فين يا حلوة؟ انتي يا حلوة، انتي وهي تعالوا هنا حالا. تعالي يا امورة، سمعت بطني بتقول ايه؟ لا لا لا، دول مستخبيين باين. انتوا مستخبيين مننا ليه؟ ده احنا لطاف وزراف خالص. يلا يلا يا طماطم، نحدف الشبكة عليهم بشويش من غير ما ياخدوا بالهم. بسرعة، واحد اثنين. لا لا لا، اصبري لما يقربوا، ما تتوريش احسن تضيعينا كلنا. اصبري لما يقربوا خالص ونحدف عليهم الشبكة ونشدها. عندك حق يا دودة، انا مرعوبة. يا ترى هيحصل لنا ايه النهاردة يا اصحابي من ابو راسين؟ انا خايفة. اعملوا لي لايك علشان اتشجع واكمل وقت لهم كلهم. ايوه يا اصحابي، اعملوا لنا لايك كتير وشير كتير علشان احنا ابطال وعلشان نأتي على راس الفجلة دي. اهم قربوا قربوا اهم، يلا بسرعة. اهم يا حبايبي. انتوا هنا يا حلوين. اربطي يا دودة، اربطي بسرعة، اربطي اربطي، يلا شدي شدي. اوعي يا بت انت وهي، الحقونا. رجلي. اوعي تدخل راسك دي. انا اللي هتدخل راسي دي يا ام راسين، اعمل فيكي ايه؟ انا مش عارفة انت طالعالي في قفايا ليه. اتخري يا بنت، مش عارفة اتحرك، نفسي هيتكتم من الشبكة. ماشي يا بنت، انت وهي هننتقم منكم. هيي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 ي
الاوان بقى نطلع باباكي ومامتك من بطنهم المتوحشين دول، هنطلعهم ازاي دلوقتي؟ احنا نديلهم يشربوا حاجه ويرجعوه. ايوه ماما قالت الشوربه، نديلهم شوربه وهم هيرجعوا كل اللي في بطنهم حالا، وما رجعوش مش هنطلعهم من الشبكه دي ابدا. ايوه صح، يلا اجري بسرعه على المطبخ. انت جايبه ايه حلوه انت ويا؟ كولي كولي يا طنط شربي علشان تبقي كبيرة وشاطرة. لا يا حلوة، انا مش عاوزة حاجة اشربها، انا عاوزة حاجة ارمشها. طب كولي وانا اخليكي تقرمشيني بس اشربي كده. لا العيال دول شكلهم طيبين ولا ايه يا اختي؟ ولا شكلهم هم علينا. لا يكونوا بيعملوا لنا خطة ويخدعونا بيها، دول باينهم مش سهلين. شايفة وقعونا في الشبكة ازاي؟ وادينا دلوقتي مربوطين زي خيبتها، مش عارفين نطلع منها خالص. اوعي تشربي حاجه يا اختي. لا وده معقول؟ يا طنط انت وهي انتوا مضطرين تشربوا عشان تخرجوا ماما وبابا، والا هتفضلوا محبوسين في الشبكه لحد ما تموتوا. كلامهم معقول برضو، دي حاجه غريبه قوي، يعني هما مش هيفكونا غير لما نجيب ابوهم وامهم تاني. خلاص يا اخت، احنا نشرب ونطلع لهم ابوهم وامهم وبعدين نهجم عليهم تاني. والله فكرة. هاتي يا حبيبتي، احنا موافقين على الاتفاق بتاعكو ده. اوعي يا اختي كده تاخري. حاضر يا اختي، خشي بدماغك الكبيرة دي، انا عارفة جابت الكبيرة ليه كده. البتاع ده طعمه وحش قوي، انا ما كنتش متخيله كده. ولا انا يا اختي، ده انا بطني بتتقطع. يا بطني، وبعدين بقى انا حاسه ان انا عاوزه اجيب اللي في بطني. ايه ده ايه ده؟ لا مش ده مش تبعنا ده. انتوا بلعينه يا خبر عليكم، كل دي ناس بلعينها يا متوحشين. الله، يعني ده مش تبعكم؟ لا مش تبعنا. ده مش تبعنا. طب ادخله ازاي انا دلوقتي بقى؟ وبعدين معاكم بقى. يلا يا اختي نزلي اللي بعده. دي تبعكم؟ ماما. ماما حبيبتي يا مامتي. ها لستلكوا حد تاني؟ ايوه بابا حبيبي لسه جوه. وبعدين معاكوا بقى، ده احنا كده معدتنا هتفضى. بقولك ايه يا اختي، خلينا نخلص، يلا خلينا نهجم عليهم وناكلهم، انا ما عدتش قادره بطني. بابا يا بابا يا حبيبي، قوم يا بابا قوم. عم حسين انت كويس يا عم حسين؟ ايوه يا اخويا انا كويس، بطنها معفنه كانت هالقرف. والله عندك حق يا عم حسين. مين عم حسين ده يا طنط منى؟ الراجل ده تعرفوه منين؟ ما احنا اتعرفنا عليه يا حبيبتي جوه بطنها، وقعدنا نتكلم مع بعض، وقال لنا ان هو مبلوع بقاله 4 ايام. يا نهار ابيض، الحقوني. يا راسي، روحوني لعيالي. حاضر يا عم حسين، ما تقلقش. انا الاوان بقى يا حلوين تنفذوا الاتفاق زي الشطار وتفكوا عننا الشبكة. ده بعدكم، احنا عملنا كده عشان ترجعوا بابا وماما. ملناش دعوة، وهنسيبكم بشبكتكم كده، هتموتوا بشبكتكم يا متوحشين. وبعدين بقى في كلام العيال ده بقى، هو اللي يجري ورا، هو اللي يمشي ورا كلام العيال. وبعدين يا اختي، انا رجعت كل اللي في بطني جعانه. احنا كده هنموت من الجوع، هنعمل ايه دلوقتي؟ ادونا الراجل اللي مش تبعكم ده ناكله. لا طبعا مش هيحصل، ومش هتاكلوا حد تاني ابدا، انتوا متوحشين. احنا هنبلغ الشرطه. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي.